نور تشاهدون اليوم على شاشة الرحمة حكايات جدو سعد لفضيلة الشيخ سعد عرفات، يصحب فيه فضيلة الشيخ أطفالنا الأحباء ليعلمهم من خبراته وتجاربه في حكايات حكاها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. الطب الآمن للدكتور أمير صالح، ويتحدث فيه عن الطب النبوي والطب البديل وكيفية التخلص من العادات والممارسات الخاطئة في الحياة اليومية للمرضى. خطباء المستقبل لفضيلة الشيخ عبد الوهاب الداودي، يستضيف الشيخ نماذج من أبناء المسلمين الذين يحسنون الخطابة وتلقي العلم. اللغة العربية للأستاذ أحمد منصور، يشرح فيه لأبنائنا الطلبة والطالبات منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية. قطوف التفسير مع فضيلة الشيخ محمد حسان. فتاوى الرحمة مع الدكتور عبد الله شاكر، ويجيب فيه الدكتور عن أسئلة المشاهدين الواردة للقناة عن طريق الاتصالات وشريط الرسائل القصيرة. أصول السنة لفضيلة الشيخ محمد حسان، شرح سنن أبي داود للدكتور عبد الله شاكر، يشرح فيه هذا الكتاب الماتع الذي جمع معظم سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. من القاهرة قضايا الساعة، ملفات ساخنة في حوارات شائقة. من القاهرة مع ملهم العسوي، مدارج السلكين لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، ويشرح فيه كتاب مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم الجوزية، وينتقي منه الضرر التي سطرها ليغذي قلوب المؤمنين وينبه غفلة الغافلين. القرآن حياتي للدكتور حازم شومان، ويتحدث فيه عن ومضات من آيات القرآن الكريم وكيف يتحول إلى واقع عملي ومنهج للحياة. أصحاب السبت للدكتور محمد جلاء إدريس، يحاوره الأستاذ أحمد غالي، يبصرنا فيه بحقيقة اليهودية وأنواع المنظمات التي تخدم أهداف الصهيونية في الوطن العربي والإسلامي والعالم. الغرّاء